هذا راسك مزيان شو 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 تاع عينو هذا عيشة صاحبي كتسهر في اسبانيا انا مشيت اللحية دابا رجع لحدك باكستان وسب الشجرة الميدان خلي بعيدك واه جوك واعري الله يتبرى فيك خوتي صباح الخير عليكم اليوم جبت لكم مقلب نعملوه انا حامد حامد راه ناعس ميت من النعاس دخلت سديت له الكاميرا وماكينه المهم ديت ماكينه عارف ايش يعني من ماكينه معروف يا يعني اما نحس له المهم شي حاجه فيها الحسانه ديت له ماكينه ياك كما كتعقلوا هو كان حسن لي كنت عاود عنده المغرب وكان حسن لي كان عندي شعر طويل وحيدوا لي صحه وديك سليمان تلاود سليمان سليمان عاود نعاود نعمل له شي حاجه ايوا اليوم نحسنوا له ما عرفتش شنو نحسن له واش اللحيه ولا الراس دابا كما كتشوفوا 7:53 واقيلا ما عرفتش واش كتبان ولا لا حتى الكاميرا ما عندهاش ديك اللعبه ديالها باش نشوف المهم اي 7:53 نمشيو نحيدوا له اللحيه ولا الراس المهم تمشي ونشوفوا كيفاش ناعس فهمتي انا دخلت ديت له ماكينه وكاميرا باش نصور يلا المهم هو ناعس انا عندي حتى التليفون نحاول نلصقو فشي موطع باش يبان كلشي فهمتي وانا ناعس عليك انا ضرب شويش امشيو ليلو عندي بيت شويه مرغوبه نتوما كتشوف ان شاء الله نط من الناس انا في يدي تسقال ما عنديش كيفاش نفتح ميت صباح الخير ما مثلك والو صح ضربت لي الشعره انا صح فوقانية تعقلنا اللي حسن زليتي ناديك سليمان كنعاود طارق كنعاود طارق بلاصه كنطرا فيا صلاح واعر يا تراسي تالك من الجنابات صاحبي كيف حالك؟ تسال سؤال اخر اش عندك اصاحبي؟ كيف حالك؟ واش عندك نهار اللي حسنتي لي انا شحط عليك شي تليفون اش عندك انا كنت ناعس دي عينك اخوتي واش على التليفون تهرس واش عندك حي
عاود لك شويش من هنا ايش عندك نكمل لك عاودها لك عاودها حل يدك كيف حالك صافي صافي خد شوف راسك المراية شوف راسك المراية جسك واع راس الزغل درجلي كان زولو من الكعقار مقال ها؟ كان عندي بعد بدأ بكتش كان شوف ترجلي سنزول لا لو ما أديك لك رجلي كي اللحية عوارتي يا أخا عمري زولت راس نبدأ شو ده؟ ضربتك بالماكينة يا ودبنا صار موقع فيها والوصح هو عرض راسي يا هيد كوبري ترس كان تسوي مش شعر ماشي شعر انت كتقيم مكونك تسخن دراسك انا حسيت راسي دراسك لا درات دابا صافي الحياة نزولها مرة دابا اجلس كواعر هيدا صاحبي دراسي ايه عاود راسك عاود شو التليفون تهرس وما غاشيش على راسك راسك خلصو تينا تيني اللي غاتشري والله انت تشري مزيان تينا كتبقى باهي كتهضر بيه ولا ما عرفتش انا مالا كنهضر بيه تينا مزولي اللحية على الصباح بغيتي نتحكم معاك ولا والله ما بغا يشعل اش عندك الخاوت انا ضربت سيف شويه دان شو شو الحفره عمل في الحال ام تيم شرش خلي شويش والله ما بغا يشعل الا هاك التليفون عامل ليه ضروري باش تصور اللقطه كامله تصور حق الله الخاوه لا بقات فيك والله ما تبقى فيك حق الله ما تبقى انت تيني محسلتي لي هانيا يا قلنا النهار اللي حسلتي لي قلت لك ثاني قلت لك الله لا بقات فيك انا عاودت لك اس الله ما تهدين هذا مشات وا ضربت لك هنايا ماشي هذا عاد ضربت لك هذه بالدم اصباح هذا صح صباح واعر كان في قناة كان وجد لك فطار هذي سفطار معاه وانا في يقفك وجد لنا رغدة باقي قريب وترى الصباح يا ناسا اتش حال وانا مخطط لك الخاوة ناسا عايزة مش حال ايوا احضي راسك دابا دابا قص احضي راسك مزيان شو 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 داعينا حدا عايشة صعبة تسيرة في اسبانيا نان شاد اللحية دابا رجع لحد ديك باكستان وصبت الشجرة النايدة خليه بعيد كوا جوف واعري الله يتبرافو ليك حق الله عزيز عليا يا صاحبي خليها اتجاه هادو اتجاه قرواني خليها هيدا هي فرحتك يا صاحبي مشي بحالك مشي بحالك حق الله مشي بحالك بعد صفرعتيني يا صاحبي فرعتك شفت الضربة انا عايز نمشي للطبيب حوفي كيما اللي جيت وانا كنقول لك نمشي للطبيب ونمشي للطبيب طيب باش نهضر معاهم فرنسي عطاو الفيزا علاش عطاوها لك فيزا مشات وبقى لا فيزا لا حتى جاتك واع راس الله كيف وجهك كيفاش رجع خيبتي مالا راه قد ديها فيك حتى وحده عندي يما عندي يما زديها فيا خليك خلي نصوك تجيتي واحد هاك عليا دابا عليا دابا بصح مشيت نطيحها ونتوما خوت شتا كطيح الدنيا مفزقة دابا مبقاتش كطيح كامل كطيح دابا بقات الدنيا مفزقة انا حاسس صاحبي باقي ما نعشش مزيان وضعت جاتك واعرة هي
خليش الغميضة كتحاول ياخد ديحة حيت النهار اللي قلتي طلعت البلا جاتني مهرايدة داك يقنعني شو شي عيش بحالك الله يرحم بها حقا ما كنشوف كنتعص هادشي شحال من القيلة من اللي كبرت من كتعني 16 ونص كبرت كي دابا منين دخلت ملي جيت ان شاء الله نحيد لك ديك اللحية تيتي كتقلب واش كنتي فايق ولا والله حتى كنت كنحلم مع صحابي لا حقا لا قلتي كنكمل على واحد الحلامة حلمت هذيك انا تليفون صافي وقفوا كنت كنحلم واحد الحلامة ديك النهار اها نحلم حلمت عصير الدولي من المغرب بابا حق الله متعاقد مخلع قسما بالله انا رجعتي لجهنم حق الله صافي صافي نولف هنايا مالك تما مكسبانش من جهة الكلام فاينين مع راسك شاول كيفاش ترجع؟ الخوا نجيب السقطة ونشد لي الباب انا بالليل شفت واعرة الوالد نسيت وكيف شحال الوالد الوالد اسر الدعوة بك من الله دعيتك من الله فهاد الصباح دعيتك من الله فهاد الصباح التليفون مشى صاحبي الحمد لله ما حدا شي بيسين شي يروح عليك اصاحبي حق الله شحال والله ما شعل شي تا تشريه نتينا والله ما بغا يشعل قسما بالله كيعمل ديك انت كتبقى كتهضر بيه حتى كيموت من الشارج ميت ميت عاد زيد زعما انا شعطت راه نخلصو لك انا زعما انا شعطت ولا طر راسك الحرام تشقين هنايا تشق من هنا او ما تهرس ما والو ما يشعلش بغات تكون البطارية ميتة خليه يتشارج شوية كيتشارج كيتشارج تنادي راسك من الشرجان هادي الله لا صح هو راسي ما اخ كاما تنصي تجي مع الزغاب هذا اللي هنا لا ما نجمع لك شي لعبه يعني شو الزغاب المهم اخوتي هذا هو الاخر فيديو هذا الفيديو ما عرفتش واش نحطو واش ننزلو في الشانيل ديالي ولا في ديالو ننزلو في الكانال ديالي ولا في ديالو ما عارفش المهم غادي ينزل بزز منه صافي شك تجعل كيف عمنا طيب زمان عاد نفطر اخا ما رجعش الناس انا رجع الناس رجع بحالة بسيان رجع الناس 8 ونص وقت الله رجع جرب سنعس رجع بابا نشد انا قلت لك انا تجرى تنفتح جرب الناس وتشوف هذا مزيان شفنا باستا الزان شو الحميس حميس شايخ صباح هذا بلا لهياس بحتاج اسمع كيدا خام ماما اخوتي تهلا قول شي حاجه قول شي حاجه خاوا والو ما نقول والو يبعد مني ما تهضرش معايا ما ردي واصلا فيديو ما نزلوش يا خوتي اش مني لا تنزل عندي انا الا كنتي تنوي تنزلوش نزل عندي اصلا عندي الكود ديالك عندي كلشي ديالك نزلو يا انا نزلو يا دابا بلا ما نعدلو ما ولا ما نقطعو ما نزلي ما كامل مشروك وقف اصاحبي نصورو وكيدا وقع قبلتنا قلت قبلت الكاميرا باش تبان انتيكا سلسة كتبان تما المهم اخوتي هذا هو الاخر فيديو تهلاو في راسكم ونتشوفو برانك يا اخر يا اخر هكا تنشيرو عليك دابا حق الله تنشيرو عليك كاز دابا شعلو دابا ديك التليفون المهم صافي المهم اخوتي دي عينك مضبة كاميرا المهم اخوتي تهلاو هذا هو الاخر فيديو تشاو الله ما بغا يشعل حق الله